بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية عام 1945 بانتصار الحلفاء على رأسهم الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا وفرنسا، اجتمع المنتصرون في مؤتمر بمدينة بوستدام بقلب ألمانيا، وقرروا تقسيم ألمانيا إلى 4 مناطق، بحيث تحتل كل من القوى الأربعة المنتصرة منطقة وتصبح تحت سيطرتها. كان هدف التقسيم هو إضعاف الدولة الألمانية وضمان عدم قدرتها على مهاجمة جيرانها، لتجنب أخطاء معاهدة السلام التي تمت بعد الحرب العالمية الأولى، حيث أبقت على ألمانيا موحدة ما أعطاها الفرصة لإعادة تكوين جيشها وبدء الحرب العالمية الثانية. بعد تقسيم ألمانيا وانتهاء الحرب، بدأت التوترات السياسية تظهر بين المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة من جهة والاتحاد السوفيتي من جهة أخرى، وأطلق على هذه الفترة الحرب الباردة. في عام 1949 اتحدت المناطق الثلاثة الغربية كدولة موحدة تحت اسم جمهورية ألمانيا الاتحادية أو ألمانيا الغربية، وفي نفس العام أصبحت المنطقة السوفيتية جمهورية ألمانيا الديمقراطية أو ألمانيا الشرقية. تزايدت التوترات بين القوى العظمى، وواكب ذلك مرور الاتحاد السوفيتي بأزمات اقتصادية متتالية، ما أدى لرحلات هجرة واسعة للألمان من ألمانيا الشرقية المدعومة من الاتحاد السوفيتي إلى ألمانيا الغربية عن طريق برلين. في عام 1961 قرر الاتحاد السوفيتي إيقاف عمليات الهجرة عن طريق بناء سور غرب برلين، وتطور هذا السور من مرحلة الأسلاك الشائكة إلى أن أصبح جدار خرساني بأبراج حراسة ومناطق عازلة غير مسموح المرور خلالها. أصبح هذا الجدار رمزا للستارة الحديدية التي تفصل بين الحرية في الغرب والقمع في الشرق، كما قسم العائلات بين الجانبين، ما دعا بعض الأشخاص إلى المجازفة بحياتهم من أجل العبور إلى الجانب الآخر. في الثمانينيات وأثناء قيادة ميخائيل غورباتشوف للاتحاد السوفيتي، ازدادت الاحتجاجات والمطالبة بفتح المجال للحريات وإعادة هيكلة ألمانيا الشرقية. في عام 1989 فجأة أعلنت حكومة ألمانيا الشرقية رفع قيود السفر إلى ألمانيا الغربية، فاندفعت الحشود من ألمانيا الشرقية إلى نقاط التفتيش والبوابات، ما أدى لارتباك الحراس، حيث لم تصلهم تعليمات بالتصرف أو استخدام القوة، فقاموا بفتح البوابات، وكانت هذه اللحظة هي بداية نهاية جدار برلين. على مدار الأشهر التالية بدأ لما شمل العائلات وانحسرت القبضة الأمنية في ألمانيا الشرقية واندمجت مع ألمانيا الغربية، فعادت ألمانيا موحدة مرة أخرى، وقد كان ذلك أيضا علامة على انتهاء الحرب الباردة. إن أعجبك الفيديو نرجو الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة.